22 حالة إصابة مؤكدة بداء الحمى القلاعية للأبقار سجلتها مصالح المفتشية البيطرية لولاية البويرة. الحالة المكتشفة كانت ببؤرتين بكل من بلديتي عين بسام وأغبالو. نعرف هذه الوضعية ولكن ليس بالحجم اللي ربما قد يتخيل البعض أنه كثير وكبير جدا. بعض البؤر اللي استطعنا يعني نجد فيها هذا الفيروس هذا في ولايات لا يتجاوز عددها 6 مرتكزة أساسا في وسط الجزائر، في الشمال في وسط الجزائر. الحالة كل الأبقار اللي إلى غاية اليوم تم اكتشاف المرض هذا فيها ما يتجاوز 100 حالة. للعلم أن في الجزائر نحصي أكثر من 2 ملايين رأس بقر. خذينا كل التدابير اللازمة وفرنا كل الشروط لاحتواء هذا المرض. وفور اكتشاف حالة الإصابة بولاية البويرة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاحتواء الوباء ومنع انتشاره. الحمى القلاعية بدأت دينا للسوق، العقار نباها نبيعوهم وما تباعوناش في السوق وقلبناهم. واحد الدجور ما با بانت الأعراض تاعها، جيرنا الحالة وسيقنا الحالة وراكم تشوفوا بعينيكم، هاكم تشوفوا الحالة. البقرات قاموا بالذبح تاعهم. أنا حاجة الأولى اللي درتها كي سبعت عيط للطبيب، الطبيب جا وفاكسينا صافي، عندنا واحد فانجور هكذا كي فاكسينا الطبيب. هذه كاع بلاصة درت لها كاع لاشو من تحت لهيه 4 شكاير تاع لاشو ونظافة. الفلاحين توانا درنا لهم حملات تحسيسية عبر إذاعة البويرة، قلنا لهم ما تجيبوش ما تقتنيوش رؤوس البقر من السوق، ولا تروحوا أنتم ما تجيبوهم في رجليكم في اللبسة تاعهم. وحنا انتقلنا رابيدمون للأماكن وقمنا بالإجراءات اللازمة تاع التطهير والحجز. الوضعية مستقرة، عندنا 1600 جرعة اللي وزعناها على كاع المنطقة تاع بيان سور نيفو اترافير لا ولاية. هذا وقد تم تلقيح 60% من رؤوس الأبقار بولاية البويرة التي تحصي 36 ألف رأس بقر.